السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في الله في قناة أيمن ناجي. درسنا اليوم يتمحور حول تعلم لغات، حيث يبحث العديد من المتابعين عن موقع مفيد يمكنهم من تعلم اللغة بسهولة، وقد أحببت أن أعرفكم على هذا الموقع الرائع الذي يمكن من تعلم اللغة بطريقة جد سهلة. ما علينا هو إلا أن نضغط على الرابط أسفل الفيديو لنتمكن من الدخول إليه. هذا الرابط. ننتظر 5 ثواني. وندخل إليه. هذا هو الموقع. موقع www.gothverlag.com. Learn language online for free. نضغط على هذه الكلمة. Learn 50 language for free. وبعد ذلك نختار لغتنا التي نتحدث بها، يعني اللغة العربية، ثم نختار أي لغة نريدها. هناك الكثير من اللغات، مثلا نختار الإنجليزية وهي أهم لغة. هناك كثير من الدروس. مثلا هناك الدليل اللغوي فيه مفردات و كثير من الجمل الأكثر استعمالا في هذه اللغة. وهناك أيضا المفردات الكثير، هناك كثير جدا من المفردات. وأيضا أخيرا هناك تحميل الصوتيات ثنائية اللغة من العربية إلى الإنجليزية، وهذا أمر رائع جدا. مثلا نضغط على الدليل اللغوي. هناك 100 درس كما ترون في جميع الأماكن وجميع الحالات. هذا الموقع رائع جدا، رائع بمعنى الكلمة. وأنا شخصيا تمكنت من تعلم اللغة الإنجليزية من هذا الموقع. هو موقع رائع جدا. وفي خصوص هذا الموضوع أحبائي في الله، أدعوكم إلى الاهتمام أكثر باللغة الإنجليزية. نحن المغاربة لما يدرسوننا في المدارس اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية لم يبقى لها تأثير كما كانت من قبل. فرنسا بدأت في الانهيار، لم تبقى كما كانت. اللغة الإنجليزية حاليا هي اللغة الأولى عالميا، وهي لغة عالمية يتحدث بها جميع البلدان في جميع البلدان. حتى في المريخ إذا ذهبت إليه يوما ما ستجد الناس يتحدثون اللغة الإنجليزية. نحن يعلموننا اللغة الفرنسية لاجتياز امتحان البكالوريا أولا، وثانيا من أجل أن ننجز، كما نقول بالدارجة، نديرو لونتروتيان ديال الفرنسي، نديرو لونتروتيان بالفرنسي ونخدمو عند شي وحدين كبار هكذا. وهؤلاء الناس لا يتحدثون اللغة، يتحدثون اللغة الفرنسية. أما في علاقاتهم الكبرى والتجارية لا، يتحدثون باللغة الإنجليزية. هذه هي الحقيقة. لذلك أدعوكم إلى الاهتمام أكثر باللغة الإنجليزية.
فهي لغة جديدة في المغرب، وهي لغة سيد سهلة، ليست صعبة، ليست كالفرنسية. الفرنسية لغة معقدة نوعا ما، أما الإنجليزية لغة سيد سهلة وليست فيها الكثير من القواعد. لذلك أدعوكم إلى تعلم اللغة الإنجليزية، فهي أسهل وفيها مستقبل كبير إن شاء الله. وأخيرا اشتركوا في قناتي وتابعوا صفحتي على اليوتيوب وعلى تويتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.